رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين ويشهد توقيع عقود مكونات سياحية لموقع التجلي الأعظم. القاهرة تستأنف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والقوات المسلحة تشارك في عملية إسقاط جديدة للمساعدات على القطاع. بسقوط 85 شهيدا خلال 24 ساعة، حصيلة شهداء العدوان على غزة تتخطى 31 ألفا منذ 7 أكتوبر. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. ووجه الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح مصر الحبيبة والمزيد من التنمية والرقي والازدهار. هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية. تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المواطنين المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامناً مع بداية صوم شهر رمضان الكريم. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وللشعب المصري العظيم جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان. وثمن رئيس مجلس النواب سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحثيث للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن مساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان. ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددا جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لإطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وعرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية. ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، آملا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم. وأكد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكان اللائقة. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام مع شركة شتايجنبرغ الألمانية. يأتي هذا التوقيع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة. تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الكامل والتوسعات التي يشهدها مطار سانت كاترين الدولي. وخلال زيارته حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين. وأشاد مدبولي في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ بالمشروع موجها باستكمال مشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولي بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة. وخلال جولته بمدينة سانت كاترين قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم. وتفقد مدبولي إحدى البنايات بالحي السكني بالزيتونة حيث اطلع على تأثيث إحدى الوحدات الجاهزة مشيدا بمستوى التصميم الذي يتوافق مع البيئة المحيطة وكذا التشطيب. وتهدف الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان فضلا عن الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة. We'll be right back.
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، ذلك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل المقبل. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2024. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024 والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين. أولاً قبول دفعة جديدة من المتطوعين ومن قصاص الأثر لصالح حرس الحدود من مواليد ومقيمي محافظتي أسوان وقنا والمناطق الحدودية بنطاقهم، استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارا من 1/4 حتى 8/5/2024. ثانيا قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024. التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، التأكيد على صحة المستندات والبيانات التي يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم ماديا والحذر من التعامل معهم، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها طبقا لعنوانه في أول بطاقة رقم قومي قام باستخراجها. نؤكد على شبان التجنيد ممن له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بمستندات تؤيد حقه في ذلك. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg، وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني 15499. تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار على غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك. كانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة. نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وأعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. جاء ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها 56 بعد 100. أعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا و118 جريحا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصي بخان يونس مستمر منذ أمس، بذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 31,045 شهيدا و72,654 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن الاتصال معربا عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار. استقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية المقدمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وللمزيد من التفاصيل مع الزميل محمود جميل. بعد التحية، التغطية متواصلة مع حضراتكم للجهود المصرية في محافظة شمال سيناء في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية
لقطاع غزة. عدد كبير من المسارات التي حددتها مصر لإرسال هذه المساعدات لقطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن المسار الجوي وتحديدا نتحدث عن مطار العريش، استقبل مطار العريش اليوم طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الجراحية والطبية قادمة من الإمارات، وقادمة أيضا تحديدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأيضا منظمة الصحة العالمية. استلم هذه المساعدات وهذه الشحنات الهلال الأحمر المصري في المطار في مطار العريش، ثم توجهت على الفور إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري. هذا بالإضافة أيضا إلى الاستمرار الجسر الجوي الذي يعني تقوم من خلاله القوات الجوية المصرية بإنزال المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة بالمشاركة في التحالف الدولي لدعم النازحين في قطاع غزة. أيضا اليوم محافظ شمال سيناء تفقد المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد، والذي يستعد لتجهيز 30,000 وجبة غذائية يومية ستقدم لأهالي غزة وللنازحين في قطاع غزة يعني تقديم الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان. نتحدث عن 15 وجبة للسحور وأيضا 15 وجبة للإفطار، ستقدم كل هذه الوجبات دعما للأشقاء في قطاع غزة. هذا بالإضافة أيضا إلى دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، بالإضافة أيضا إلى شاحنات الوقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار توجهوا بالفعل اليوم إلى قطاع غزة، وأيضا استمرار استقبال المصابين والجرحى وتقديم كل الخدمات العلاجية المختلفة لهم. إذن نتحدث عن جهود مصرية كبيرة وخلية نحل تعمل من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري في تقديم الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان وتجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية. عودة إليكم مرة أخرى. السادسة مستمرة مع حضراتكم وفيها مصر ترحب باستضافة الجامعة العربية لاجتماع الأطراف الليبية وتوافق حول إجراء الانتخابات. رحبت مصر باستضافة جامعة الدول العربية اجتماع الأطراف الليبية، واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن مخرجات هذا اللقاء تعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها. دعت الجلسة الحوارية الليبية التي عقدت بدعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعت إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. وأكدت الجلسة على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي مساندة هذا التوافق من أجل إنجاحه. اتفق الحاضرون على الآتي: 1. التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية. 2. بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، تشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 6+6 وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. 3. وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. 4. توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. 5. دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي التوافق بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوجها بالشكر للجامعات العربية. أنا نأكد على شكرنا وتأكيدنا على الشكر الكبير لمعالي السيد الأمين العام على هذه الدعوة، وأي توافق يحدث في بين الأطراف السياسية في ليبيا لإجراء العملية الانتخابية، انتخابات رئاسية وبرلمانية، هو مطلب مهم جدا، ونحن ندعم هذا ونثمن أي مجهود في هذا الاتجاه. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن تحديد مصير الانتخابات ووضع القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، مؤكدا قبول كافة الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بالتأكيد وضعت القاعدة الدستورية، وضعت قوانين الانتخابات، فنحن اليوم أكدنا على أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، إلى تكوين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الجديد بإذن الله. وبالتالي الانتخابات يعني الآن في قبول من كل الأطراف الليبية، أيضا المجتمع الدولي ومن الليبيين، أن الانتخابات هي الحل، ونحن الآن ما نؤكد عليه وأكدنا عليه في هذا البيان اللي صدر هذا اليوم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أولويات الجامعة العربية في الملف السوداني والمتمثلة في ضرورة إيقاف الحرب وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية. وخلال استقباله رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية عبد الله حمدوك ووفد التنسيقية، شدد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أي مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لم شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة، مؤكدا على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول لحل. قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على أهالي المناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لأهالي تلك المناطق. استمرارا لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لأهالي المناطق الحضارية الجديدة وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الوزارة مأموريات إلى قاطني هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات غذائية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث شارك في هذه المأموريات طلائع مبادرة جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية للارتقاء بثقافة هؤلاء الطلائع وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، وهو من عكس على حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية. المبادرة بتجيلنا على طول بشكل مستمر وبيهتموا بينا خالص، ونشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا. ربنا يقويك يا رئيس وتفضل معانا كده وحمينا ويسترها معاك يا رب. أنا بشكر مبادرة كلنا واحد عشان دايما فاكرانا، وبشكر وزارة الداخلية، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية كلها، حميانا ومنورانا ومعانا في كل لحظة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. أنا بجد كنت مبسوطة جدا لأن دي كانت التجربة ليا الأولى إن أنا أوزع الحاجة دي بإيدي، وأنا بشوف الفرحة على أهلي وهم بيستلموا الكراتين من إيدي أنا والظباط، وانا بجد فخوره مبادره كلنا واحد جيل جديد. تحيا مصر. بنشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وبنشكر سياده الرئيس ان احنا جينا في مشروع معا، حياه كريمه وحياه حلوه. انا النهارده كنت مبسوطه جدا ان انا كنت مع الضباط وبنفرق كراتين رمضان للاهالي. اشكر سياده الرئيس اللي هو افتكرنا في مناسبه زي كده. تاتي هذه المبادره من منطلق الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه، والذي يحرص في احد محاوره على الاهتمام باهالي هذه المناطق التي انشاتها الدوله لتوفير حياه
كريمة لهم، واستمرارا للدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لقاطني هذه المناطق على مدار العام. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس طبعا، نشكر ان هو جاب لنا كرتونة رمضان، وكل سنة هو طيب ان شاء الله. جاء توزيع هذه العبوات التي تحتوي على سلع غذائية متنوعة وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضارية الجديدة باهتمام وزارة الداخلية بهم وبأبنائهم، خاصة مع مشاركة هؤلاء الطلائع في توزيع هذه العبوات، وهي نتاج مبادرة الجيل الجديد التي غيرت المفاهيم لديهم ورسخت قيم التكافل الاجتماعي. نشكر الرئيس على المبادرات اللي بيعملها لأهالي الأسمرات وإنه بيهتم بيهم. احنا بجد مبسوطين إن احنا بنشارك وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد في توزيع الكراتين على أهالينا هنا في حي الأسمرات. يعني حاسة بانبساط أكتر إن احنا كنا ماشيين مع الضباط وكده، بتحسسنا إن احنا كلنا واحد. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين واللي بإذن. يتواصل الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية متنوعة تهدف إلى رفع الأعباء عنهم وغرس قيم التكافل والانتماء لديهم من منطلق الدور الوطني لوزارة الداخلية. بشكر الضباط إن هم جونا النهاردة في عمير بشاري الخير وفي مبادرة كلنا واحد، ومبسوطة إن الرئيس فاكرنا في المناسبات وفي شهر رمضان، وكل سنة هو طيب. مصر تملي بتفتح بابها. متشكرين جدا وكل سنة طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. كل سنة انتم طيبين دايما يا رب، وعليكم بخير رمضان كده يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا هم المصريين. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مظلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة الصحة والسكان مناظرات وتوقيع الكشف الطبي على 3,153,290 مواطناً من طالبي الحصول على معاش تكافل وكرامة منذ إطلاق البرنامج. وأكدت وزارة الصحة على خطتها لرفع وتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة طالبي الحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث تم ربط موقع التسجيل إلكترونيا بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث تظهر بيانات طالبي توقيع الكشف الطبي بصفة يومية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري. وخلال جولة ميدانية لمتابعة الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة الأقصر، أكدت وزيرة التخطيط على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماما كبيرا بالنهج التشاركي، وأكدت على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية. تتميز واحة سيوة بتمورها ذات المذاق الخاص التي يقبل على شرائها المصريون والأجانب خلال زيارتهم للواحة الخضراء. لا تخلو أي مائدة رمضانية من التمور السيوية التي يتم تصديرها كذلك إلى عدة دول. وننتقل بحضراتكم الآن إلى دار الإفتاء المصرية واستطلاع لشهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الجمهوري. Thank you.
الحمد لله، الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من الأحياء لندرك رمضان. الحضور الكرام، مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قاعة المؤتمرات الكبرى بالأزهر الشريف بمدينة نصر بمحافظة القاهرة في مساء هذا اليوم 29 من شهر شعبان من عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 2024 من الميلاد، لنستطلع معكم الليلة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة هلال شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر المنح والعطايا، شهر الفوز بالثواب، شهر مغفرة الذنوب، شهر رمضان فيه الجنان تفتحت أبوابها وتقول أين الصائمون ليخلدوا، فيه السكوت عن الكلام عبادة، فيه الغني مع الفقير تجالسا، في الله حبا وارعوا به حاسدا. وأدعو الله تبارك وتعالى ببركة قدوم هذا الشهر أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يوفق الله قائد مسيرتنا إلى ما فيه الخير. يحضر هذا الحفل معالي السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائباً عن فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وسدد خطاه، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائباً عن دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. ويحضر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والسيد اللواء أركان حرب ياسر الأسريجي، نائباً عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وسماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والسادة أصحاب المعالي وكلاء وأعضاء مجلس النواب، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي يضيف الجميع. نستقبل شهر رمضان بكل سرور، ونحمد الله أن جعلنا من الأحياء لندرك هذا الشهر. نستقبله بتوبة نصوح، نستقبله بالتكافل وبالتعايش، ونستقبله بالتوسعة على الفقراء وبالذكر وبالتسبيح وبالتهليل وبالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. خير مستفتح لهذا اللقاء القرآن الكريم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
يخبر الله على مداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي شميس هنا في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة القاهرة. نستقبل رمضان بالفرحة وبالسعادة، ونأخذ العبرة من رمضان بأن نساعد في بناء مصر، وأن نترك الكسل إلى العمل واليأس إلى الأمل، وأن نجد ونجتهد كل في موقعه. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها واحة للأمن والأمان. نستقبل رمضان بالتسامح، وأن نكون على قلب رجل واحد من أجل مصر. الآن نترقب مع حضراتكم مولد هذا الشهر الكريم من خلال بيان دار الإفتاء المصرية، والذي يتفضل بإلقائه فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام مضيف الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، معالي السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مولانا الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، سماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أصحاب المعالي السادة الوزراء والمحافظون، أصحاب المعالي وكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السادة رجال القضاء المصري الشامخ ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، السادة رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال، سيادة اللواء ياسر عبد العزيز نائبا عن معالي وزير الدفاع، السادة سفراء
الدول العربية والإسلامية، السادة رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والعلماء والأجلاء، السادة الحضور، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا ومرحبا بكم في احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي فرض الله سبحانه وتعالى علينا صومه، وندبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقيام ليله، ليكون موسما سنويا تقبل الأمة فيه على ربها، تقبل تبتلا إليه وطمعا في رضوانه عز وجل، فالعبادة فيه أجورها مضاعفة والأعمال فيه فضائلها مترادفة. وفي ذلكم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وامتثالا لأمر الشرع الشريف بتحري أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد غروب شمس يوم الأحد 29 من شهر شعبان الموافق 10 من شهر مارس لعام 2024، بواسطة استطلعت الدار هلال هذا الشهر الفضيل بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية الصحيحة ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس لعام 2024 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445، وأن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، راجين من المولى سبحانه وتعالى لسيادته، راجين دوام الصحة والعافية، وأن يمده الله سبحانه وتعالى بتوفيقه، وأن يحقق ما يرجوه ويسعى إليه من ريادة مصر ورفعة رايتها وزيادة استقرارها ونهضتها. كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان.
داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأزمان المباركة بالأمن والإيمان والسلم والإسلام واليمن والخير والبركات، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل القوة والنشاط والجد والاجتهاد، وأن يتقبله منا جميعا، كما ندعوه عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وفتح ونصر وبركة على مصر وعلى شعبها وعلى العالم أجمع، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مجددا، كل عام وأنتم بخير. وهكذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن مفتي الجمهورية أن غدا هو بداية شهر رمضان في الوقت ذاته. أعلن عدد من الدول العربية اليوم الأحد المتمم لشهر شعبان، وغدا الاثنين الأول من شهر رمضان المبارك. ومن بين الدول التي أعلنت البشرى السارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر وسوريا وفلسطين. والآن موعدنا مع جولة اقتصادية جديدة تقدمها لنا ليلى عمر. إليك ليلى، كل عام وأنت بخير. شكرا لك شروق، شكرا سارة، كل عام وأنتم بخير. ومشاهدينا تحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية، وكل عام وأنتم بألف خير. أشاد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتجربة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة. وقال الواعر إن مصر تمتلك الخبرات والقدرات الكبيرة في قطاع الزراعة والغذاء، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة وليس في مصر فقط. أكد وزير البترول طارق الملا أن انتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي والتي بلغت قرابة 1000 محطة يمثل نقلة نوعية حقيقية للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وخلال افتتاحه محطة التموين المتكاملة بالقاهرة الجديدة، أشار الملا إلى أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمي في تقديم الخدمات والتسهيلات، ومنها السداد الإلكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة. وأكد الملا على أن المحطة الجديدة بما تقدمه من خدمات متكاملة ومتنوعة تأتي ضمن خطط انتشار المحطات على المحاور والطرق السريعة لخدمة قائدي السيارات والمناطق المحيطة. أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع لتتصدر بورصات الشرق الأوسط في أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه ليغلق عند 2.198 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 5.17% ليغلق عند مستوى 32.919 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان، وذلك بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 7404 نقاط. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة. أظهرت بيانات حكومية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.3% في الربع الرابع، مع تراجع النشاط النفطي 16.2% عنه قبل عام بعد تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام. من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 انكمش بنسبة 8%، مع تراجع النشاط النفطي 9%، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4%. We'll be right back.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لشروق وسارة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر. انتهت نشرة السادسة، ولا يسعنا سوى التذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين ويشهد توقيع عقود مكونات سياحية لموقع التجلي الأعظم. القاهرة تستأنف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والقوات المسلحة تشارك في عملية إسقاط جديدة للمساعدات على القطاع. بسقوط 85 شهيداً خلال 24 ساعة، حصيلة شهداء العدوان على غزة تتخطى 31,000 منذ 7 أكتوبر. نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.